حكى ابن الحاجب وغيره من متأخري الأصوليين الإجماع على عصمة الأنبياء مما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفر الناس عنهم، وهي التي يقال لها صغائر الخسات. الكلام في عصمة الأنبياء عليهم السلام من جهتين: الجهة الأولى العصمة في تبليغ الشريعة، والثانية العصمة من فعل المعصية. فأما الأولى وهي العصمة في تبليغ الشريعة فهذه العصمة ثابتة للأنبياء جميعا، وذلك لأن الله تعالى قد اصطفاهم للرسالة وتبليغ دينه للناس، فهم عليهم السلام الواسطة بين الله وبين عباده، فالحكمة إذن تقتضي عصمتهم فيما يبلغونه عن ربهم سبحانه وتعالى. وهذا أمر مجمع عليه. قال السفاريني رحمه الله: قد أجمعت الأمة على أن ما كان طريقه الإبلاغ فالأنبياء والرسل معصومون فيه من الإخبار عن شيء منه بخلاف الواقع، لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. هذا ما يتعلق بالعصمة في تبليغ الدين. الجهة الثانية العصمة في أفعالهم هم، يعني عصمة أفعال الأنبياء عن المعصية عن الذنب. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من فعل الكبائر، كبائر الذنوب، وهذا قول أكثر العلماء، بل قيل إنه حكم متفق عليه. وقد حكى الباقلاني والآمدي وابن الحاجب وغيرهم رحمهم الله جميعا حكوا الإجماع على ذلك، على عصمة الأنبياء من فعل الكبائر. وأما صغائر الذنوب ففيها تفصيل، فإن كانت الصغيرة من الصغائر التي يسميها العلماء صغائر الخسة، وهي كسرقة لقمة أو تطفيف الميزان بحبة، فهذه هم معصومون منها، وهذا حكم نقل بعضهم فيه الإجماع. قال الشوكاني رحمه الله: حكى ابن الحاجب وغيره من متأخري الأصوليين الإجماع على عصمة الأنبياء مما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفر الناس عنهم، وهي التي يقال لها صغائر الخسة. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف. وأما ما عدا ذلك من الصغائر فأكثر العلماء على أنها غير ممتنعة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والدليل على ذلك الوقوع، والوقوع أدل شيء على الجواز. مثال ذلك دعاء نوح عليه السلام لابنه الكافر، فلما عتبه الله تعالى بعد ذلك قال نوح كما حكاه القرآن عنه: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. مثال آخر في قصة داود عليه السلام مع الخصمين، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في آخر القصة؟ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. مثال ثالث قول الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال سبحانه في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية. لكن يجب أن نعلم أن الأنبياء عليهم السلام ليسوا كباقي الناس، فهم لا يصرون على الذنب، يعني يستحيل في حقهم لو وقعت منهم حتى لو صغيرة أن يصروا على الذنب. والأمر الثاني أن الله لا يقر أحدا منهم عليه، بل ينبههم على المعصية. والأمر الثالث أنهم يسارعون إلى التوبة والاستغفار، فلا يوجد نبي يذنب ولا يستغفر. والأمر الرابع أن الله يتوب عليهم بفضله ورحمته. فهذه أربعة أمور، وبها نعرف
عظيم منزلة الأنبياء عليهم السلام.